أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور أكسل. في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهارة من مهارات أكسل، ألا وهي إظهار الصور عند وضع الماوس على الخلايا. مثلا عندي منتجات أو منتسبين أو موظفين أو أي شيء، مثلا عندي دول هنا، بعد ما أخلي الماوس على هذه الدولة راح يظهر لي العلم الخاص بالدولة، وهكذا عندما يكون عندي منتجات مثلا هواتف، أو ممكن يكون عندي موظفين، عندما أخلي الماوس على أي موظف راح تظهر لي صورته. طيب كيف نعمل هذه العملية؟ طبعا أجي أضغط على أي خلية، مثلا العراق، أريد أضيف صورة العراق، أضغط كليك أيمن على الخلية وأضيف هنا إدراج تعليق. طيب شنو هو التعليق؟ التعليق هو عبارة عن نص بإمكاننا نضيف، مثلا العراق دولة عربية، يعني ملاحظة. بعد ما أكمل من التعليق أضغط هنا كليك، ألاحظ أنه عندي هنا علامة حمراء. شوف عندما أخلي الماوس على الخلية راح تظهر لي الملاحظة. طيب عندي هنا طبعا دير أحمد اللي هو الشخص المعلق. طيب كيف أحذف هذا الشخص المعلق؟ أجي إلى ملف ومن ثم خيارات، عندي هنا دير أحمد راح أحذفها نهائيا، ومن ثم موافق. راح أجي أحذف التعليق الخاص بالعراق، حذف التعليق، وراح أضيف تعليق جديد. راح ألاحظ أنه التعليق راح يكون بهذا الشكل، طبعا راح أحذف بها بشكل كامل، وأجي أضغط هنا على هذه المربعات اللي أشوفها، أي مربع من هذه المربعات أضغط عليها كليك أيمن وأختار تنسيق تعليق. بعدها أجي إلى ألوان وخطوط، طبعا لو كنت في أي مكان أجي إلى ألوان وخطوط، من اللون أجي أضغط هنا على تأثيرات التعبئة، بعدها أجي إلى صورة، بعدها تحديد صورة. طبعا راح أختار الملف اللي أنا حاط به الصور، وطبعا راح أضيف صورة العراق، بعدها موافق، بعدها موافق. إذا ألاحظ أنه أصبح عندي العراق، راح أجي إلى السعودية، طبعا كليك أيمن ومن ثم إدراج تعليق. راح نحذف النص، ضروري نحذف النص حتى لا يظهر النص فوق الصورة، وطبعا بنفس الطريقة كليك أيمن، تنسيق تعليق، ألوان وخطوط، تأثيرات التعبئة، صورة، تحديد الصورة، وطبعا نضيف السعودية، موافق. بنفس الطريقة راح أضيف سوريا، كليك أيمن إدراج تعليق، وراح أحذف كل شيء، كليك أيمن على هذه النقاط، تنسيق تعليق ألوان وخطوط، ومن اللون أجي إلى تأثيرات التعبئة، صورة، ومن ثم نختار سوريا، وعن هذا هو علم سوريا العزيزة. بنفس الطريقة طبعا الجزائر، وراح نحذف كل هذه النصوص، طبعا كليك أيمن ومن ثم تنسيق تعليق ألوان وخطوط، ومن تأثيرات التعبئة صورة، راح نختار صورة الجزائر. بنفس الطريقة طبعا نقدر نضيف كل الدول، إذا أجي أخلي الماوس على العراق، السعودية، سوريا، الجزائر، راح تظهر عندي الصور بشكل مباشر عند وضع الماوس على أي خلية. طبعا العملية مهمة جدا في حال لو عندي صور توضيحية لمنتجات معينة، لخرائط معينة، لموظفين، ممكن أوظفها بأي فكرة أنا أشوفها تكون ملائمة وتنطبق مع هذه العملية. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة مهمة وسهلة في نفس الوقت. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.